شوف نعشين، ها شوف بلاد الجزائر الجديدة، شوف شوف نعشين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف بلاد ميكي يعني. ها ها طلع، ها الجزائر الجديدة. رانا في ورا هنايا، رانا في لاشي، رانا داير لاشي هنايا في سياحتين ولا ثلاثة، وحد الآن مازال الزيت على هذا البيلو تاع الزيت، مازال ما ندوز الزيت. عندك لاشين كي دايره معاناه، حتى مول ديبو ولا يحشم ولا يدرك وجهه مسكين، خايف يقولوا له ما عطيت لناش ومن هنايا، ولا مول ديبو دروك اكثر من المسؤول، كشغل ينتقدوه اكثر من المسؤول. ها ها شيخ ابراهيم، عرفت ساكت ابراهيم، رانا في معاناه، قالوا لنا حاضرين وهنا رانا مش لاقيين المرسو خرج. إذن متابعينا الكرام، هذا الشيء اللي شفتوه فقط عينة بسيطة جدا مما يحدث في حاضرات الجزائر، مما يحدث في الدولة الفقرورية الكنغولية التي أعلن عبد المجيد حشكم اليوم عن توزيع مليار دولار على الدول الإفريقية في محاولة يائسة بائسة لإنقاذ مرتزقة البوليزاريو من الطرد المحتوم من الاتحاد الإفريقي. إن كنتم تظنون على أن هذه المحاولات التي تكررونها دائما وبشكل فاشل ويائس، نتذكر على أنه في سنة 2014 وزعتم 3.5 مليار دولار، قمتم بشطبها على شكل ديون للدول الإفريقية. والمثير للضحك هنا متابعينا الكرام أن بعض هذه الدول الإفريقية التي تلقت هذه الأموال أو تم مسح الديون ديالها سنة 2014، مرت سنوات قليلة فقط وسحبت الاعتراف ديالها بمرتزقة البوليزاريو، أكثر من ذلك فتحت قنصليات في الصحراء المغربية. لذلك متابعينا الكرام يجب أن نحمد الله على أن العدو ديالنا اللي هو حضارة الجزائر عدو غبي للغاية، لا يتعلم من الدروس ولا يتعلم من التجارب، بل يكرر نفس الأساليب ونفس المناهج على أمل أن تغير شيء. فإن كان المغرب قد دخل إلى الاتحاد الإفريقي بكل سلاسة ويعمل داخل الاتحاد الإفريقي بدون خسارة أي شيء، في الكواليس بطبيعة الحال هناك عمل دبلوماسي قادم النتائج ديالو غادي تكون طرد مرتزقة البوليزاريو من الاتحاد الإفريقي. وحاضرة الجزائر بطبيعة الحال متابعينا الكرام تيقنوا على أن هذا المصير محتوم، وبالتالي ما فعلوه هو توزيع مليار دولار لعل وعسى أن يتم تأجيل هذا المصير المحتوم ديال طرد مرتزقة البوليزاريو من الاتحاد الإفريقي لوقت قليل. ما فعلوه اليوم وهو أنهم أجلوا قليلا المسألة ديال طرد مرتزقة البوليزاريو من الاتحاد الإفريقي، هذه المسألة قادمة ولا غبار عليها. فالعينة اللي شفتوا هنا متابعينا الكرام وهو ديال الجزائريين، شفنا عينة ديال طوابير على قنينة الغاز، طوابير على ليسانس على الوقود، طوابير على الزيت، طوابير على الحليب وغيرها الكثير غيرها الكثير ممن ساهم في هذا الإنجاز. طوابير عباد الله حتى على الأحذية، الأحذية المستعملة التي وصلتهم من أوروبا، شفتوا كيفاش كيتقاتلوا عليها وكيتدابزوا عليها وكيتخاطفوا عليها. هذه الدولة عباد الله كتبرع بمليار دولار لدول إفريقية. تخيلوا معايا، حضرة الجزائر ما عندهم لا خبز لا حليب لا زيت لا ليسانس، عباد الله دولة النفط والغاز ما عندهمش ليسانس، كديروا طوابير على ليسانس في دولة غنية بالنفط والغاز، وكيجي عبد المجيد حشكم اليوم ويتبرع بمليار دولار. المخلوق المصبعي بطبيعة الحال حينما يقال له أننا سوف نتبرع بمليار دولار حتى نحافظ على مقعد مرتزقة البوليزاريو في الاتحاد الإفريقي، كيسكت كيضرب الطم كيتابع الطوابير كيمشي للطوابير وهو ساكت ما يدويش على حقه. لا، مليار دولار ما تشيش تصرف على
يعني المشاكل الاقتصاديه اللي عندهم باش يوفروا لهم الزيت والحليب وليسانس عباد الله في بلد النفط والغاز. نو تصرف على ابقاء مرتزقه البوليزاريو او محاوله ابقاء مرتزقه البوليزاريو داخل الاتحاد الافريقي. وهذه محاولات كما فعلتم سابقا، راك صرفتم 500 مليار دولار ولم تحققوا شيء، ومليار دولار لن تحقق شيء ايضا. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.